أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان اللبسة لسباق الهجن، حيث نستكمل برنامجنا في صباح هذا اليوم مع هذه الأشواط المتتالية التي تأتينا تباعا في قلب الحدث ويومنا الثاني في مهرجان اللبسة الذي ينطلق بفئة اللقاية لأبناء القبائل مع 5 كيلومترات. شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، حمد بن ضبيب الشامسي وسيب العمير الاجتبي وأنا سالم الركاض العليلي. أحييكم ويسرني كل سرور أن أشارك في هذه الفرحة وفي هذا المهرجان السنوي الكبير. على البركة نتحرك بشوطنا الرابع الذي يتحرك بوزن الأبكار والجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة لنتابع الصدارة، نتابع ماذا يدور على المقدمة من تحدي. نفتتح إذاعتنا بهملولة سيف بن نايع بن سالم الغفلي، من يسجل هملولة في أول المراكز وفي أول التحديات ليعلن وجوده مستبرا ومبدعا في هذا الانطلاق. النقلة التالية على الفارع راشد بن سالم بن مطر بن حادة الاجتبي الذي غير النتيجة لصالحه في هذه اللحظات واستلم مقدمة الشوط. أما المركز الثالث تأتينا قمة سالم بسيل بن مسعود العامري يعلن وجوده في هذا الحدث. والنقلة التالية إلى المركز الرابع، أما المركز الرابع قمة سالم بسيل بن مسعود العامري هو في رابع المراكز. والمركز الخامس جداره أحمد بن سلطان الحلامي يغير مسرعا إلى المركز الثالث. نقلة تالية إلى المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات تأتينا هلاك سالم بن رملي بن محمد العامري، هو من استقر في المركز الخامس وسادس المراكز. غلا سالم بن راهد بن غدير الاجتبي، هذه المجموعة الأولى. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، في هذا المسير وفي هذا التحدي نراقب، نشاهد تجمع كبير وشعارات ملونة تشاركنا في هذه الفرحة وفي هذه الأجواء الماطرة. نحن ما زلنا نرحب بكل الأخوة الحاضرين الذين توافدوا على أرضية هذا الميدان للمشاركة وللاستمتاع أيضا بهذا الجو وفي هذا المهرجان. نعود مرة ثانية، نعود إلى مقدمة الشوط. الشوط فيما فيه من إثارة، فيما فيه من قوة طاحنة تتعارك وتتصارع على المركز الأول. نراقب الشعارات التي بدأت تأخذ طريقها، وأرى شعار الحلامي يتقدم على ظهر جدارة، وبكل جدارة وبكل افتخار وبكل عز وبكل نصر يأخذ أيضا طريقه إلى ناموس هذا الشوط وإلى السيارة. ولكن بالرملي العيناويين حاضرين في هذا الشوط، نعم يصارعون ايضا على السيارة مع هلاك سالم بن رملي بن محمد العامري، هو من يتقدم ايضا في هذه اللحظات الى المركز الاول. المركز الثاني تأتينا جدارة لسعادة احمد بن سلطان الحلامي والمرشحة من قبل سيف بن عمير. النقلة التالية إلى المركز الثالث، وهناك هملولة سيف بن نايع بن سالم الغفلي من يقدم هملولة في هذا التحدي وفي هذا الإبداع. أما المركز الرابع، المركز الرابع قمة سالم بسيل بن مسعود العامري يأتينا رابعا. والمركز الخامس مياس محمد بن المر بن حلوة الاجتبي هو في خامس المراكز. النقلة التالية على بن حادة، يلا يا بن هذا يا راعي الفارعة، راشد بن سالم بن مطر بن حادة الاجتبي من يقدم الفارعة في هذا الشوط. هذه 6 المراكز الأولى، ولكن في شعارات قادمة بدأت تعلن وجودها مع هذا التحدي. أول من أعلن الهجوم، نعم، راعي رصاد سعيد بن عبيد بضبيعة ممثل منطقة الهباب، قادم بقوة، قادم بهجمة لا تنصد ولا ترد عن سيارة هذا الشوط. يا سلوب، الشوط بدأ بالحرارة،
الشوط بدأ بالإثارة، الشوط بدأ أيضا يعني بالتجمع الواحد، ولكن الرملي ما يهم هذا الكلام. نعم 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 يا الرملي، خلك في الفورمة مع هلاك. سالم بالرملي بن محمد العامري من يقدم هلاك، ولكن المركز الثاني تتحرك جدارة سعادة أحمد بن سلطان الحلامي والعصاقوس ولكنها بدأت تطلع من المعمعة. هو بن اللمة السبوق الله يخليها طلعت سرعة من اللمة لعصاها قوس يا بن عمير ولا تيها، روحها بالسير مهتمة ما شاء الله تبارك الله. بن حلوة أيضا مراقب قوي ومشارك فعال له دور بطولي في هذه المواجهات. نعم يقدم مياسة محمد بن المر بن حلوة لاشتبي، ولكن هناك أيضا المركز الرابع قمة سالم بن سيد بن مسعود العامري على المركز الرابع وخامس المراكز أرصاد سعيد بن عبيد بضبيعة. هذه المراكز الأولى يا سلام يا سلام يا النجمة الزرقاء دوم يا الطاقية الصفرة عن نصر والسبق معتادة ما شاء الله يا الطاقية الصفرة. وأبو سلطان دائما هذا هو موقعه، لك مكان فيه ما حلي غير حضرة شخصك بذاته. ما شاء الله تبارك الله انفردت انفراد قوي، ولكن بالمر له كلام ثاني، أهل الخوانيج لهم كلام ثاني، تحرك محسوس وملموس في هذه المواجهة مع السيارة. بدينا نقترب من الكيلو المتر الأخير واشتدت المعركة بين جدارة وبين مياسة، بين سعادة أحمد بن سلطان الحلامي وبين المر بن حلوة. الصراع مرير، الصراع خطير في هذا الشوط الأخير، ولكن قطعنا بدينا من 500 متر الأخيرة أمام عرقوب بن علو، أمام عرقوب الامتحان 600 متر الأخيرة، وغادرت قمة وغادرت جدارة وغادرت مياسة إلى القمة. نعم نعم يا الحلامي كمل الفرحة بالحلوة. هاجم أخيرة. الشوط في إثارة، الشوط في تحدي، التحدي قوي، الصراع مرير. الناموس وين إلى الخوانيج إلى العين إلى المر وإلى الحلامي، وما زالت المعركة مفتوحة، المباراة مفتوحة. المنصة الرئيسية تستقبل من خط النهاية يستقبل من، ما زالت المعركة على شدة. ولكن جدارة ومياسة الناموس وين جدارة إلى الشطارة، جدارة إلى السيارة، جدارة إلى الناموس. اللبسة. سلام لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، تهانينا والناموس. ترشيحك يا بن عمير، تهانينا ايضا للمركز الثاني مياسه محمد بن المر بن حلوه المركز الثالث، قمه لسالم بن سيد بن سعود العامري المركز الرابع، فهنا مياسه محمد بن درويش بن عاطف المزروعي والمركز الخامس. تاتينا هملوله سي بن نايع بن سالم الغفري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وهكذا استمتعنا في هذا الشوط بهذا العرض الرائع الجميل، وشاهدنا جداره وهي تنتزع السيارة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. تهانينا وألف مبروك، ويستاهل سعادة أحمد بن سلطان الحلامي هذا الانتصار، وأحد الداعمين لهذا المهرجان بالتوقيت الزمني 7:33 و4:00. تهانينا وألف مبروك. أما المركز الثاني كان من نصيب مياسة لمحمد بن المر بن حلوة الاجتبي. التوقيت الزمني بالتأكيد بيكون 7:34.2. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث كان من نصيب قمة سالم بن سيد بن مسعود العامري بتوقيت زمني مقداره 7:00. بالتأكيد بيكون 7:36.4. تهانينا والناموس للجميع.